مساء الخيرات واهلا بحضراتكم، حلقه جديده من 90 دقيقه اخر حلقات الاسبوع، ويا رب تكون اجازه سعيده على حضراتكم واللي بيستمتع بيها على الشواطئ بنحسده، بس مش مشكله، المهم يكون مبسوط واحنا مبسوطين معاكم. النهارده عندنا مجموعه من الاخبار المهمه الحقيقه، وخاصه انه في ملف مهم جدا هنتوقف عنده، أخبار مهمة متعلقة بأولمبياد باريس. احنا على وشك طبعا الاحتفال الرسمي، لكن في أعمال تخريب واسعة في باريس، وباريس تحولت لثكنة عسكرية كده كده طبعا استعدادا للافتتاح الرسمي للأولمبياد، أولمبياد باريس. وكل التوفيق طبعا لبعثتنا الأولمبية اللي بالفعل بدأت بعضها المنافسات الرياضية، لكنه طبعا أجواء مشحونة جدا في العاصمة باريس، وأعمال تخريب واسعة، وحتى بدأت بوادرها من مباراة الأرجنتين والجزائر، الأرجنتين والمغرب عفوا، واللي حصل فيها أعمال شغب برضو. فيبدو أنه في شيء غريب بيحدث في العاصمة الفرنسية باريس، وهنروح بالتفاصيل وهنقول لحضراتكم إيه اللي حصل. لكن النهاردة كمان عندنا وقفة مع أنشطة مكتبة اسكندرية، وهيكون الحقيقة عندنا فقرة عن سلسلة جديدة بتصدرها مكتبة اسكندرية باسمها عارف، للأفلام الوثائقية القصيرة بهدف التثقيف العام. هم عملوا كمان سلسلة كتب عن التراث الإنساني، وبيتبعوها بسلسلة أفلام وثائقية قصيرة هتصدرها المكتبة تحت مسمى عارف، وهي مجموعة من الأفلام الوثائقية في موضوعات مختلفة في التاريخ وفي الثقافة وعن الشخصيات العامة وعن الحياة اليومية وعن كتير من الموضوعات الثقافية المهمة وعن التراث الإنساني وعن الفكر الحديث والمعاصر، وبعضها كمان حاجات للأطفال. وطبعا ده شيء كويس هنتوقف عنده النهارده ونعرف تفاصيله. وهيكون معنا الشاعرة الشابة ياسمين عوض، بتقدم شعر بالعامية، هتكون معنا في آخر الحلقة إن شاء الله نتعرف عليها، وبنحاول نقدم مواهب شابة جديدة ونشوف إيه اللي عندها. لكن خلونا كمان نقول لكم إنه هيكون في وقفة كمان مع، طبعا إحنا بنتابع لسه نتائج زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لواشنطن، وإمبارح كنا توقفنا عند الخطاب، وكان بدأ بالفعل مع نهاية الحلقة يقابل الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومفروض هيقابل كمان ترامب أو قابله بالفعل النهاردة، وهيقابل هارس. فكمان هنشوف نتائج الزيارة دي وتأثيرها على القادم في الحرب، خاصة أنه في بيان مشترك النهاردة من قادة أستراليا ونيوزيلندا وكندا بيطالبوا بوقف إطلاق النار في غزة، وفي مطالبات أيضا فرنسية وأممية بمناسبة انطلاق الأولمبيات أنه يحصل هدنة، ما يسمى بالهدنة الأولمبية أو العرف التاريخي، أنه يحصل هدنة أولمبية وتقف الآلة الحربية، يعني تعظيما أو استلهاما من روح الأولمبيات، وهدفها الرئيسي في إزكاء السلام والمحبة والتنافس الشريف ما بين الشعوب والتقريب ما بينها. فأيضا هتكون معنا وقفة عن هذا الموضوع. وكمان مكتبة اسكندرية عاملة مهرجان الصيف الدولي، هنقول لحضراتكم عشان اللي حابب كمان يروح، في حفلات كتيرة لمجموعة من الموسيقيين الكبار والمغنيين الكبار، وده برضو هيبقى جزء من حلقتنا النهاردة. لكن نبدأ معاكم مما يحدث في باريس. ايه اللي بيحصل بقى النهاردة؟ وقبل ساعات من انطلاقها، شبكة السكك الحديدية في فرنسا تعرضت لهجوم كبير ولأعمال تخريب، وبما في ذلك هجمات حرق متعمدة. وده زي ما أعلنت شركة السكك الحديد الفرنسية، اللي قالت في بيان أنها تعرضت ليلة الخميس والجمعة لهجوم ضخم وواسع النطاق، كان هدفه شل شبكة القطارات السريعة في فرنسا بأكملها. وده حصل قبل ساعات قليلة جداً من انطلاق حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 24. الشركة وضحت في بيانها أنها تتعامل مع مشكلة من خلال تحويل بعض مسارات القطارات، لكن كمان تضررت على الأقل 25% من الرحلات، وهتفضل متضررة بعضها لبضعة أيام. لكن شرطة باريس ردت، والسلطات قالت أنه إن شاء الله ده مش هيؤثر
على تدفق حركة الجماهير والفرق المختلفة في الأولمبيات، لكن في نفس الوقت في توتر كبير في العاصمة باريس، وفي استدعاء كبير لقوات الجيش والشرطة والقوات الخاصة والدرك الخاص. وطبعا كمان كان في إعلان عن مجموعة واسعة من الاعتقالات اللي جرت كمان قبل أولمبياد باريس الفترة اللي فاتت، ولشخصيات كمان من تنظيم داعش ومن التنظيمات الإسلامية، لكن المفاجأة أن معظمهم كانوا مراهقين لم يزيدوا عن 20 عام زي ما بتقول التقارير الصحفية اللي بنقراها. لكن تعالوا نشوف ونروح ونطمئن على ما يحدث في العاصمة الفرنسية. هيكون معانا عبر سكايب من باريس الدكتورة جيهان جادو، الكاتبة والمحللة السياسية. أهلا بك يا دكتورة، منور. دكتورة، طبعا احنا بنتابع ما يحدث بالتأكيد، والمفروض احنا على بعد ساعات من افتتاح الأولمبيكس، وهيحضر رؤساء كتير منهم الرئيس الأرجنتيني، الكولومبي، الرئيس الجابوني، وعدد كبير من رؤساء العالم، وكمان عدد من ممثلي العرب وبعض الأمراء أوروبا من العائلة الإنجليزية وأمير الدنمارك وملك أسبانيا والملكة ماري والأمير بنديكت وأمير موناكو. يعني تظاهرة دولية ضخمة جدا جدا، لكن قبلها يبدو أنه في أعمال شغب مقصودة. ايه اللي بيحصل؟ يعني قول لنا ايه اللي بيحصل في فرنسا النهارده؟ هو طبعا النهارده استيقظت باريس على يعني يمكن صدمه كبيره جدا، يعني وفي هذا اليوم وفي هذا التوقيت يعني الحرج جدا بالنسبه لدوله فرنسا، وهي في يعني تستضيف يعني دوره الالعاب الاولمبيه، والنهارده طبعا الافتتاح. فطبعا فكره ان شل حركه او تعرض شبكه القطار السريع تي جي في لي يعني تعطيل في تلك الشبكه الكبرى التي يعني الحقيقه يعني هي بتربط دول اوروبا ببعضها، كانت بصراحه صدمه للجميع. يعني هناك حاله من الاستنفار الامني ساد الشارع الفرنسي، سواء من الساسه، سواء من الحكومه، سواء ايضا من المواطنين الفرنسيين اللي هم استيقظوا اليوم على المفترض ان على حدث عظيم بلدهم بتنظمه، وفجاه يعني اكتشفوا ان في اتاك او في حادث اللي هو هجومي، يعني نقدر نقول ما بين قوسين هجومي طبعا، مما ادى الى شل فعلا حركه القطار وتغيير مسارات القطارات اللي هي بتنقل من لندن الى باريس وغيرها من الدول في اوروبا. فطبعا هو عمل تخريبي بكل المقاييس، هو عمل تخريبي. الى اي مدى بيعتبر هذا العمل عمل كبير؟ يعني لو تشرح لنا، هل شلت حركه القطارات بعدها بيقول هتستمر كام يوم؟ يعني وايه اللي حصل؟ هل حرقوا؟ سمعنا ان في اعمال حرائق، هل هو هجوم؟ ازاي اليته شكله؟ هو الحقيقه الجهات الامنيه عثرت على مواد مشتعله بالقرب من الشبكه الرئيسيه لشبكه القطارات اللي هي القطار السريع، فطبعا مما اثر يعني المواد الملتهبه او المواد المشتعله يعني اثرت بكل مقاييس على الشبكه عامه وعلى سير القطارات، مما اضطرت الحكومه الفرنسيه بانها الحقيقة تلغي بعض القطارات المتجهة إلى باريس، وأيضا تغيير المسارات. يعني لو مثلا حد هياخد قطر مباشر، لا ده هينزل وهيغير. فالحقيقة كان في دربكة كبيرة جدا جدا، وفي يعني حالة من الهلع الشديد، لأن الحقيقة العالم وأوروبا خاصة مولعة بهذا التنظيم، والجميع يريد ويرغب في مشاركة هذا الحدث الكبير في افتتاح الأولمبياد، لأنه حدث عالمي لم يحصل منذ سنوات كبيرة جدا هنا في فرنسا من وقت فرانسوا ميتران. فطبعا الوضع بصراحة اليوم كان مزعج أمنيا، في حالة من الاستنفار الشديدة لدى الساسة هنا بفرنسا، والجميع يلقي يعني أصابع الاتهام للآخر، و
من يقول أنه تقصير أمني، ومن يقول أنه لا يعني هذه أعمال تخريبية بغرض العرقلة وبغرض أن تكون فرنسا في وضع حرج أمام العالم أمنيا. هو هل عرف يعني مين هوية المنفذين؟ هل هو هجوم إرهابي ولا هو عمل تخريبي داخلي من مثلا من فرنسيين انفسهم معترضين مثلا او من تيارات يمينيه؟ يعني الى ايه الان اللي بيتقال يعني؟ الى الان يعني على حد معرفتي طبعا بالشعب الفرنسي، الحقيقه حتى اذا كانت درجه الغضب يعني من الحكومه او من القرارات او حتى احزاب مختلفه غيرها، ما الاخر لا يستطيع احد مواطن فرنسي بيحب بلده ان يقوم بهذه الاعمال التخريبيه. فالحقيقة لأن حتى في وضع الأزمات، في وقت الأزمات، وهناك تفرقة كبيرة جدا كانت فرنسا على قلب رجل واحد في تنظيم هذا الحدث، لأن الحقيقة الأحزاب السياسية أيضا ترغب في أن يعني على سبيل المثال حزب اليسار يرغب أن تكون له يعني الوجهة في أن بلاده قامت بتنظيم هذا الحدث الذي جعل العالم كله يأتي إلى باريس للمشاركة فيه. فطبعا انا لا ارجح ابدا على الاطلاق ان يكون احد من التخريبات الداخليه للدوله الفرنسيه او اعتراضا منهم على، لكن هي اعتقد ان في وجهه نظري المتواضعه المقصد منها هو ضرب فرنسا اقتصاديا بالدرجه الاولى، ثانيا اهتزاز صوره فرنسا امام العالم في انها ليست قادره على التامين في مثل هذه المواقف. طيب السؤال هنا بقى برضو هو العاصمة عاملة ايه دلوقتي؟ متهيألي الحفلة بدأت تقريبا خلاص يعني، او على وشك ان هي تبدأ. ايه طبعا عايزة اقول لحضرتك، قول لنا برضو الحفلة بدأت فعلا ولا لا، يعني حطينا برضو في صورة الاستعدادات للافتتاح الرسمي، لانه المفروض هو في استعدادات على نهر السن، في احتفالية كبيرة جدا على نهر السن العالم كله سيشهدها على شاشات التلفاز، اعتقد انها بدات فعلا او على يعني بالقرب منها تبدا. انا يعني الحقيقه يعني شيء يعني يدعو للفخر كدوله فرنسا تنظم مثل هذه الاحداث. الحقيقه كل الفرق المشاركه سوف يكون لكل فرقه منهم قاربا خاص سوف لانه هو ده اول مره يحصل كمان في تاريخ الاولمبيكس ان هو ما تبقاش في ملعب، يعني الافتتاح مش هيبقى في ملعب، ده هيبقى في العاصمة نفسها، في شوارع العاصمة بالضبط. فطبعا يعني حاليا الوضع هي كانت عرقلة باكر طبعا من جراء هذا العمل التخريبي، لكن عليهم ان يتخطوا هذا الموقف، لان الحقيقه الحدث ليس ابدا بالسهل، يعني العالم كله موجود هنا في فرنسا، فطبعا بكل تاكيد لابد وان يكون لفرنسا وضعها، وايضا العالم يشاهد من خلال الاقمار الصناعيه ماذا سيحدث اليوم من هذا الافتتاح. فأعتقد أنهم تخطوا هذه الأزمة، لكن طبعا التأمين أصبح مشددا أكثر وأكثر مما كان عليه من قبل. يعني فرنسا فعلا فعلا زي ما حضرتك ذكرت فعلا هي سكنة عسكرية حاليا، كل الشوارع في فرنسا والضواحي أيضا بالعاصمة الباريسية، يعني الحقيقة هناك العديد من رجال الدرك الفرنسي وأيضا من الجيش الفرنسي وأيضا من، لأن فرنسا الحقيقة استعانت أيضا ب يعني رجال الأمن الوطني من مختلف الدول، الحقيقة هناك رجال شرطة من أسبانيا، من إيطاليا، من غيرها من مختلف الدول. فطبعا فرنسا متأهبة جدا، تخشى 15,000 جندي و35,000 شرطي، ويعني اكثر من 50,000 جندي بيأمنوا الانتخابات، بيأمنوا الاولمبيات، ده غير الدرك طبعا الخاص والقوات الخاصه وغيرها. طبعا لان الحقيقه 207 دوله، يعني هو عدد ليس بالسهل ابدا، شخصيات بارزه من كل انحاء العالم، يعني لا يوجد ابدا في اي دوله أمن 100%، لا 100%، لكن هو على الأقل أن باريس فعلا تحاول جاهدة أن تظهر بمظهر لائق أمام الجميع وفي إحداث وتنظيم هذا الحدث الهام. إيه ملاحظات حضرتك برضو قبل بداية الانتخابات، في قبل بداية برضو أنا مصر إن هي انتخابات معرفش في بداية الأولمبيكس إيه الملحوظات اللي حابة تقول لنا عليها برضو
من خلال تواجدك طبعا في باريس، سواء استعدادات انت شاهدة برضو وشايفة عندك احنا مش شايفين، ايه اللي حابة تقوليه لنا؟ هو الحقيقه هو التامين مطلوب، ويعني ان يكون هناك فعلا يعني عندهم الحق او كامل الحق في تامين الدوله الفرنسيه يعني، لكن الحقيقه الوضع في ان هناك تشديد للغايه يمكن مما اثار العديد والعديد من المواطنين، اغلاق الشوارع، اغلاق محطات مترو، اغلاق مطاعم، يعني هو تامين مطلوب، لكن الحقيقه هم احدثوا ذعرا للمواطن الفرنسي اكثر من اللازم. الحدث هو حدث جلل، نعم حدث مهم فعلا في تاريخ العالم كله، لكن الحقيقه الخناق او التضييق على المواطن ايضا كان يعني ملفت للنظر من الاشياء السلبيه الحقيقه، اللي هي لان في ناس كتير الحقيقه في فرنسا فقدت سواء عمل سواء يعني لا تستطيع ان تخرج، الاسعار يعني فائقه الغلاء، فطبعا كل ده بيأثر كتير جدا على المواطن الفرنسي او المواطن عامه الذي يعيش في دوله مثل فرنسا. انا بشكرك طبعا شكرا جزيلا الدكتورة جيهان جاد والكاتبة المحللة السياسية، كنت معنا من باريس. يعني لغاية دلوقتي لم يعلن عن هوية منفذي هذه الهجمات، هل هم فرنسيين؟ هل الموضوع له علاقة بالشأن الداخلي الفرنسي؟ هل هم مجرد مخربين أم هو عمل إرهابي؟ لكن بالتأكيد هو بيهدف إلى إحراج فرنسا، خاصة إحنا يعني تقريبا بدأت الحفلة الرئيسية أو على وشك البدء، يعني احنا كانوا بيتكلموا في الساعة 8 تقريبا بتوقيت القاهرة، وهيكون في استعراض كبير، ودي أول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية يكون حفلة الافتتاح خارج الملاعب، لأنه المارش أو دخول الفرق المختلفة بالأعلام هتكون عن طريق قوارب في نهر السن، هيمشي بقى كل حملة الأعلام الخاصة بالوفود المختلفة، وهيكون في مجموعة كبيرة جدا من القادة وزعماء العالم على نهر السن. وبالمناسبة نهر السن ده نهر كان ملوث بشكل كبير جدا جدا، وكانوا بيعانوا الفرنسيين إن بيقولوا إنه إزاي كنا هنعمل استقبال كبير وضخم زي الأولمبيات في النهر الملوث ده. لكن الحقيقة وزيرة البيئة كمان قررت أن هي تعوم في النهر قبل بداية الأولمبيات عشان تطمن الناس أن النهر ما بقاش ملوث، بعد طبعا ما أنفقوا مليارات عشان يتم تنقية وتنظيف هذا النهر استعدادا لاستقبال الفرق كلها. هنتابع معاكم الأولمبيات، وكل التوفيق لمنتخباتنا المصرية وبعثتنا المصرية المكونة من 150 رياضي ورياضية، هما الأكبر في تاريخ المشاركات على الإطلاق. نروح بقى لتطورات موضوع غزة وتطورات كمان زيارة نتنياهو للولايات المتحدة الأمريكية. هو التقى امبارح ببايدن، ومن شوية التقى بالرئيس ترامب، وطبعا تابعنا مع حضراتكم خطابه في الكونغرس الأمريكي. وفي طبعا معارضة شديدة، مظاهرات شغالة يعني ليلا نهارا حتى قدام مقر إقامته في الأوتيل بتاعه هو والوفد الإسرائيلي، والناس المتظاهرين راحوا حطوا لهم حشرات في الاوتيل، رموا لهم بق وصراصير، انا عفوا يعني وصراصير ودجدان ومش عارف ايه اللي هو بيطفشوه يعني من الاوتيل اللي هو قاعد فيه. وطبعا مظاهرات كمان للجاليات اليهوديه والكوميونيتيز اليهوديه والعربيه والمسلمه طول وعلى مدى زيارته. النهارده كمان عندنا تطور مهم في الوقت اللي الرئيس الفرنسي بيدعو إلى هدنة بمناسبة انطلاق الأولمبيات كرمز للسلام والتأخي بين الشعوب. النهاردة صدر بيان مشترك عن قادة أستراليا ونيوزيلندا وكندا بخصوص أن الوضع الإنساني في قطاع غزة،
وطبعا ده بيأتي بعد 10 أشهر من الحرب. قالت الدول الثلاثة قالوا إنه المعاناة الإنسانية في غزة غير مقبولة ولا يمكن أن تستمر، وأكدوا على الحاجة الماسة لوقف إطلاق النار. والقادة كمان قالوا إنهم بيدعموا تماما اتفاق وقف إطلاق شامل للنيران وفق مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن. المفروض إنه هو بيضغط على نتنياهو في زيارته إنه يحصل هدنة وإطلاق لسراح المحتجزين. وكمان القادة الدول الثلاثة أستراليا ونيوزيلندا وكندا دعوا سلطات الاحتلال للاستجابة بشكل موضوعي لرأي المحكمة الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والعمل نحو حل الدولتين. فتعالوا نشوف أيضا بالتوازي زيارة نتنياهو مع هذا البيان المشترك. هيكون معنا الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني. أهلا بك يا دكتور، منورنا. يا فندم الله يخليك يا صديقي العزيز، ومساء الخير لك ولجمهور المشاهدين. أهلا بك طبعا. يعني هتوقف معك عن أكتر من خبر، لكن هبدأ معك من متابعة لزيارة نتنياهو في واشنطن. امبارح التقى بايدن، النهاردة التقى ترامب، ويمكن ترامب من شوية أشار إلى أنه بيدق سفين انتخابي كده، بيقول لك هاريس لا تحترم الشعب الإسرائيلي. يعني ما علينا طبعا، دي مناقشات انتخابية عشان اللوبيات الصهيونية وكده، لكنه إيه تعقيبك على الزيارة منذ الأمس تزامنا مع البيان المشترك لقادة أستراليا ونيوزيلندا وكندا اللي بيطلبوا النهاردة وقف إطلاق النيران؟ شايف إزاي توازي الأحداث؟ يعني بداية بعد مساء الخير لك ولجمهور المشاهدين. نعم، زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة الأمريكية وإلقائه خطاب مليء بالأكاذيب والعنصرية أمام الكونغرس الذي صفق له أمام جرائم الإبادة الجماعية، هذا يدل على شيء، يدل على شراكة الولايات المتحدة الأمريكية وشراكة من شاركوا في هذه الجلسة التي قطعها أيضا 100 من نواب الحزب الديمقراطي، وكانت هناك حركة احتجاج واسعة في مقابل تأييد من الحزب الجمهوري وبعض الديمقراطيين إلى نتنياهو في طريقة أظهرت تحلل الولايات المتحدة الأمريكية من كل قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان والقانون الدولي وتثبيتها لشريعة الغاب بتشريعها للقتل والإبادة الجماعية التي تحدث في داخل قطاع غزة ودعمها لنتنياهو اللامحدود، حتى أن نتنياهو يعني تصرف كما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وقال أنه هو من يحمي الأمريكان وليس الأمريكان من يحمونه، وأيضا هو أشار إلى تقسيم العالم لأن كل من أيد إسرائيل فهو في محور الخير، وكل من عارض إسرائيل وجرائم الإبادة الجماعية وفي محور الشر، بما في ذلك اليهود الذين لا زالوا يناهضون سياسة الولايات المتحدة. طبعا وقال إن هو ده حربهم، حرب الحضارة ضد البربرية. نعم طبعا الأكاذيب الكونجرس استمعنا ليها، لكن كمان لقاءه مع بايدن وترامب النهاردة. نعم. شايف تأثيره اللقاءات دي على مجريات الحرب على غزة ازاي؟ يعني استشفيت ايه من تصريحاته او ايه اللي انت توقفت عنده بعد لقائه ببايدن وترامب؟ نعم، لقائه ببايدن كان شمل وفدا تخصصيا الى جوار مشاركة بعض عائلات المحتجزين او الاسرى لدى المقاومة الفلسطينية، وبالتالي كان هناك ضغطا من اجل جدولة زمنية الى موضوع انهاء الاتفاق او القبول بصفقة تبادل الاسرى او وفق خطة بايدن التي يرفضها نتنياهو، وايضا يستمر في فرض شروط جديدة بهدف افشالها، فهو يعلم تماما ان في حال انتهاء الحرب سينتهي مستقبله السياسي، لذلك حاول نتنياهو المناورة مع بايدن بالقول انه سيرسل اقتراحا جديدا الى حركة حماس، وبالتالي هو لم يقم بالحد الأدنى المطلوب منه، رغم أن هناك إشارات صدرت من كيربي وغيرها تشير إلى قرب التوصل إلى صفقة، ولكن هذا الأمر اعتدنا عليه 23 مرة أفشلها، مرات متعددة بجهود الوسطاء التي أفشلها نتنياهو عدة مرات في هذا المجال، ولذلك نحن نتحدث عن أهمية أن يتم الضغط فيما يتم الضغط من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. فيما ترامب يعني لقاءه سبق لقاء نتنياهو بالقول بضرورة وقف الحرب
ونظرا لصورة الاهتزاز صورة إسرائيل في على المستوى الدولي وعزلتها، وهذا الأمر أكد عليه في لقائه اليوم مع نتنياهو، وإن كان كلا الطرفين يحاولان الاستفادة من وجود نتنياهو في إظهار مدى الدعم لدولة الاحتلال الإسرائيلي بهدف كسب مزيد من الأصوات في اللوبي الصهيوني. أما لقاء مع كاميلا هارتس نائبة الرئيس فكانت لقاء قصيرا وبروتوكوليا، وإن كانت قد أوضحت بشكل واضح بأنها ضد استمرار العدوان ومع حماية المدنيين، وفي ذات الوقت أكدت على مقاربة حل الدولتين التي ترفضها دولة الاحتلال الإسرائيلي. بالضبط، وهي دي نقطة فارقة، لأن هو لم يشير إلى أي حديث عن حل الدولتين في خطابه أمام الكونغرس أو منذ وطأة قدماه أرض الولايات المتحدة يعني. نعم، كما ذكرت أستاذ حسام بأن نعم نتنياهو لم يشر لا إلى مخطط اليوم التالي ولا إلى مقاربة حل الدولتين، كما لأنه لم يعطي الفلسطينيين إلا فقط الحديث عن إدارة مدنية تحت الاحتلال الإسرائيلي، وهذا في إطار تعميق الأزمة. ولذلك نتنياهو بعد خطاباته ولقاءاته المختلفة أيا ما كانت هو سيكون أمام حقيقة اليوم التالي وماذا سيفعل، هل سيستمر في تعميق الاحتلال لقطاع غزة ومواصلة توسيع الحرب حتى تتسع ربما إلى تشمل حرب إقليمية في هذا المجال. طب في جزئية مهمة يعني طبعا إشارات كتيرة أنه هو أو كما قيل في الإعلام الإسرائيلي أنه بيحاول يحصل على ضوء أخضر لمهاجمة لبنان. النهاردة في تصريح من قادة أستراليا ونيوزيلندا وكان بيطالبوا بإطلاق النيران، هل تعتقد أنه بعد زيارة نتنياهو للولايات المتحدة إحنا أقرب لفكرة وقف إطلاق النار ولا الحصول على صلاحيات أكبر بتوسيع الصراع واستمرار حربه رغم مرور 10 أشهر على بداية الحرب في غزة؟ نحن يعني بناء على كل المعطيات التي جاءت فيها زيارة نتنياهو أصبحت فارغة المضمون نظرا لاستقالة بايدن، وهو كان يريد أن يضخ خطابا ضد إدارة بايدن من ناحية أو ضد بايدن في تأخيره للأسلحة ودعم ترامب أملا أن يستمر في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصولا إلى فوز ترامب في الانتخابات الذي كان مزمعا، ولكن الآن حظوظ ترامب باتت تتساوى مع كاميلا هارتس وربما أقل، وبالتالي الانتخابات الأمريكية باتت نتائجها غير محسومة كما كانت في السابق، وبالتالي من الأهمية بمكان أن يلعب على خطاب التوازن أملا في استقطاب أي من الحزبين في هذا المجال. كلا الحزبين يدعمان دولة الاحتلال الإسرائيلي وملتزمان بأمنها للأسف، ولكن مع ذلك ستبقى حظوظ الديمقراطيين وفوزهم، ربما هذا سيساعد في الضغط من أجل وقف الحرب، كما أن بايدن متحررا من الآن من الرغبة في انتخابه، وبالتالي ربما يزيد الضغوط على دولة الاحتلال، وهذا ما رشح أن هناك أسابيع أمام نتنياهو أو أقل من أجل وقف العدوان الإسرائيلي، لذلك هو يناور من أجل الوصول إلى المرحلة الإنسانية دون المرور إلى بقية المراحل، أي بمعنى آخر انتظار إجازة الكنيسة من ناحية حتى يستطيع أن يقر صفقة في مرحلتها الأولى ثم يعود إلى الحرب، فهو يدرك تماما أن مستقبله السياسي مهدد إذا ما توقفت الحرب، وبالتالي هو يريد ضمانات أو مزيد من الدعم لتوريط الولايات المتحدة الأمريكية في حال اتسعت الحرب في الشمال أو أي من المعارك التي المزمع أن تخطط لها إسرائيل بما فيها ضرب المفاعل النووي الإيراني وحديثه عن حلف إبراهيم وغيرها في هذا المجال. أما عن النداءات الدولية والبيان الذي صدر اليوم هو غاية في الأهمية، وهو بيان يعيد الاتزان إلى السياسة الدولية التي أغفلت كثيرا موضوع قرار مجلس الأمن وتدابير محكمة العدل الدولية من أجل الضغط لوقف العدوان الإسرائيلي، وجلسة مجلس الأمن اليوم كذلك التي أشارت إلى الوضع الإنساني الكارثي، 97% من سكان قطاع غزة تنعدم لديهم فرص الحصول على أي من الأغذية المطلوبة أو حتى الحصول على مياه الشرب، وبالتالي هناك كارثة إنسانية تحدق بالمدنيين الفلسطينيين، ولا خيار أمام الفلسطينيين وأمام العالم إلا الضغط باتجاه وقف العدوان وضمان تدفق المساعدات الإنسانية ووقف جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين إنفاذا لتدابير محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. أنا بشكرك يا دكتور صلاح. دكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، ودي متابعة لزيارة بايدن للولايات المتحدة اللي بتنتهي النهاردة مع لقاء ترامب في فلوريدا، وبالتزامن أيضا مع مزيد من الضغوط الدولية الداعية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بينهم كاميلا هارتس اللي دعت إلى وقف إطلاق النار
ولكن هنشوف تأثير أو هيتضح في الفترة أو الأيام القادمة تأثير هذه الزيارة على مجريات الأمور على الأرض، هيكون عامل إزاي في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. خلينا نروح مع حضراتكم لفاصل، وعلى الفاصل لسه عندنا أخبار وملفات أخرى، خليكم معنا. أهلا بحضراتكم مرة تانية. الحقيقة مكتبة اسكندرية بتشهد نشاطات كتيرة الفترة دي، كان عندهم المعرض الدولي للكتاب، وكمان أعلنوا عن مجموعة من الجوائز والعروض الصيفية اللي طبعا من خلال استقبال عدد كبير من الكتاب والمفكرين في معرض الكتاب. ده بتكلم دلوقتي عن معرض الكتاب الخاص بمكتبة اسكندرية، لكن كمان عاملين في الموسيقى مهرجان الصيف الدولي اللي بتنظمه الحقيقة أو بينظمه مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي. وطبعا مهرجان الصيف الدولي في دورته 21 واللي بتقام خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 31 أغسطس القادم، بمشاركة فرق وفنانين من عدة دول سواء كانت دول عربية أو أجنبية. وأولى فعاليات المهرجان هتنطلق يوم الخميس اللي جاي، وهتكون البداية بحفلة للفنان حمزة نمرة. والحقيقة أن المهرجان كمان في تنوع السنة دي كبير جدا، سواء حفلات غنائية، عندنا كمان حفلات موسيقية بيشارك كمان مجموعة من فنانيننا ومطربيننا والموسيقيين كمان، يعني شفت كمان مشاركة للموسيقي الشاب خالد الكمار النهاردة على الفيسبوك، ومجموعة كبيرة كمان من الفنانين منهم الفنان هشام عباس. ويمكن هنعرف الحقيقة تفاصيل أكبر وأكثر عن المهرجان الخاص بمكتبة اسكندرية، مهرجان الصيف الدولي. ورئيس الدورة السنة دي هو الموسيقار الكبير وفناننا الكبير راجح داوود، هو رئيس الدورة 21 لمهرجان الصيف الدولي بمكتبة اسكندرية. وبنسعد الان بلقائه هاتفيا. اهلا بحضرتك يا فندم، منورنا. اهلا وسهلا، نورتنا وسعداء جدا بوجود حضرتك معانا. انا شخصيا من عشاق حضرتك ومن معجبيك، وبتفائل طبعا بوجود حضرتك على راس مهرجان الصيف الدولي في دورته 21. لو حابين نعرف من حضرتك تفاصيل اكتر عن المهرجان السنه دي هيكون عامل ازاي، وفلسفه حضرتك في اللي هتقدمها السنه دي. طيب اولا بس تصحيح للمعلومات، انا مش رئيس المهرجان ولا اي حاجه، المهرجان ملوش رئيس، المهرجان بيشرف عليه قطاع التواصل ومجموعه من القائمين عليه، وانا مستقر بيهم، يمكن يعني اكبرهم سنا واكثرهم خبره، لكن يعني هو مهرجان مش على غرار المهرجانات السياسيه اللي موجوده منها كتير، يعني هو مهرجان ثقافي وفني بالدرجه الاولى للجمهور المصري وبالاخص الجمهور السكندري، وبيحرص ان هو يقدم فنون متنوعه من موسيقى وسينما ومسرح، بالاضافه للسنه اللي فاتت واللي قبلها والسنه دي كمان في اهتمام بورش عمل فنيه في مجال الكتابه مثلا السينمائيه او المسرحيه او التاليف الموسيقي او الرسم او يعني، وبيشارك فيه الحقيقه يعني بعراقة المهرجان ده بقى يشارك فيه كمان فنانين كبار يديروا الندوات والورش الفنية المتعددة. طبعا هو في اهتمام كبير جدا للمهرجان ده،
هو زي ما حضرتك تفضلت وقلت طبعا في استضافة الفنانين كبار زي حفل الافتتاح وزي حفل الختام وزي بعض الحفلات الموجودة على مدار الشهر يعني فنانين ليهم أسماء كبيرة جدا ولكن أيضا بيهتم بالتوازي بتقديم شباب ونماذج جديدة سواء فرق موسيقية أو فرق مسرحية بعضهم يمكن بيقدم لأول مرة على مسرح حقيقي. يعني في فنانين أول مرة بيشتركوا. أيوة طبعا يعني خالد الكمار زي ما حضرتك كتقديم المواهب الجديدة يعني ممكن. هو مؤلف يعني معرف مؤخرا أنه يعمل موسيقى سينمائية ومسرحية وتلفزيونية إلى آخره. هو أول مرة بيعمل حفلة يعني حفلة الجمهور يبقى في كونتاكت مباشر مش الموسيقى بتتذاع من خلال ميديا ومسلسل أو عمل سينمائي إنما بتذاع معزوفة عزف لايف بحضوره أنت واخد بالك؟ أنا بس لما كنت سامع آخر جملة فلو حضرتك معلش بس آخر جملة المشكلة كانت فيه مشكلة في الاتصال فلو ممكن بس لو استاذنك تعيد اخر جملة حضرتك قلتها اللي هي الخاصة بايه؟ بالجمهور والتفاعل مع الحفلات الموسيقية القادمة يعني انا بقول ان في فنانين من الشباب جداد اول مرة بيشاركوا اول مرة بيشاركوا ومركز الفنون حريص على المبدأ ده بالاضافة للعامل الثاني المهم الاقتصادي ان الحفلات مكتبه يعني تعرف دلوقتي في بعض الحفلات اللي بتتعمل في الساحل الشمالي وبين العالمين بالظبط في مهرجان العالمين شغال يعني اسعار ليست متناول الا فئه ضئيله جدا 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 من المجتمع مفهوم يعني لما بتبقى تذاكر بالاف فات الجنيهات طبعا دي خارج السياق خارج يعني خارج الطبقه المتوسطه اللي احنا والجميل يكون في ده ويكون في ده يبقى في كل الاذواق المكتبه حريصه على انه الاسعار دايما بتبقى في متناول الجميع الطلبه والجمهور العادي يعني ودي سياسه على يعني ده سياسة يعني زي ما انت بتقول ممكن يبقى كده كده ممكن كل حاجة انت واخد بالك لكن اللي معاه اموال كثيرة بيبقى عنده قدرة ان هو يحضر حفلات ان شاء الله في اوروبا ايوه انما الاهتمام الاكبر اللي لازم يكون موجود هو للطبقة اللي موجودة جوه مصر الطبقة المتوسطة اللي قدراتها في الاخر محدوده كمان يعني مهم طبعا وسط الحاله الاقتصاديه اللي احنا بنعاني منها واللي نتيجتها طبعا غلو في الاسعار ويعني نتيجه لاسباب كثيره لكن المكتبه حريصه على انها رغم كده انها تقدم للجمهور السكندري بصفه يعني بصفه عامه الجمهور المصري بس بصفه طبعا. خاصه طبعا الجمهور السكندري وعلى فكره بيجي المهرجان ده ناس كثيره من البلاد القريبه من اسكندريه يعني القرى القريبه من طبعا اسكندريه وده مهم طبعا طبعا ده مهم جدا يعني نوصل لكل الطبقات وكمان يكون باسعار لطيفه وانا شايف كمان في تنوع كبير في الاختيارات ما بين فنانين يعني فنانين التسعينيات وفنانين ايضا الجيل الاجدد وفي موسيقيين كمان كبار وشباب الفنانين الكبار اللي موجودين في مصر بيحرصوا لما بيدعوا بيتم دعوتهم يعني عشان يشاركوا في المهرجان ده بيبقوا مرحبين جدا 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 لان الفنان مش مشكلته الوحيده ان هو الحفله جابت كام وانا اخدت كام انما التواصل مع الجمهور ده شيء طبعا يعني حفله زي حفله البدايه بتاعت حمزه نمره التذاكر يمكن خلصت من اسبوعين فاتوا
حلوة. ده حلو جدا. يعني بعديها بيومين ثلاثه كانت التذاكر كلها اتباعت، وتذاكر في اسعار عاديه جدا يعني في مقدار المواطن العادي. وبيحضر الحفلات دي يعني يوميا بيبقى فيه 3000 4000 واحد بيحضروا حفلات، فدي تظاهره ثقافيه مهمه جدا جدا جدا. طبعا واحنا كمان سمعنا انه في فنانين من بره مصر هيشاركوا كمان. طبعا بيبقى فيه المهرجان ده بقى له 21 سنه، فعامل يعني علاقات صداقه مع فنانين كتير من خلال طبعا المراكز الثقافيه المعتمده اللي موجوده في مصر. فبيجي فنانين من اوروبا وفنانين من الدول العربيه، وفي كمان في حفلات بتبقى يعني بيبقى في ورك شوب ما بين فرقتين مثلا، فرقه مصريه وفرقه اجنبيه، ويعملوا فيوجن بقى وميكس لطيف وكده، او يعملوا حاجه كولابوريشن جميله جدا وبتساعد يعني بتدي دايما رؤى ووجهات نظر مختلفه لما هو سائد يعني. جميل جدا. انا بشكر حضرتك طبعا شكرا جزيلا الموسيقار الكبير وفنان الكبير الاستاذ راجح داوود، شرفتنا ونورتنا وبشكرك على وجودك معانا. مصر بلد الفن وبلد المهرجانات، واحنا فيش افضل من المنتج الثقافي اللي نعبر ونقدمه كمان للوطن العربي وكمان خارج حدود الوطن العربي. يمكن جميل قوي ان احنا دلوقتي يبقى عندنا مهرجان العالمين شغال بفنانين المصريين والعرب وفقراته المختلفة سواء الرياضية أو للأطفال أو غيرها من الفعاليات اللي بتقام في مهرجان العالمين، بالتوازي كمان مع مهرجان الصيف الدولي بمكتبة اسكندرية خاطب شريحة تانية. نلاقي كمان مهرجان المسرح القومي أو المسرح المصري بيبدأ في نفس التوقيت في القاهرة، حالة فنية جميلة نحافظ عليها، وكمان هي دي طبيعة مصر بلدنا، بلد الفعاليات، بلد المهرجانات، بلد الفنون، بلد الثقافة والموسيقى والغناء. عشان كده دلوقتي هنروح معاكم كمان تقرير عن مؤتمر الصحفي لإعلان انطلاق المهرجان المسرح المصري في دورته 17 برئاسة الفنان محمد رياض، واللي بتحمل اسم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب. طبعا المهرجان مستمر وهيتم العرض في مجموعة كبيرة من العروض على مسارح الدولة المختلفة. وطبعا كان من بين الحضور للمؤتمر أعضاء اللجنة العليا للمهرجان الأستاذ ياسر صادق مدير المهرجان، المخرج حسن الوزير رئيس لجنة المشاهدة، الكاتب أيمن عبد المغيث رئيس لجنة مسابقة التأليف المسرحي، الأستاذ مجد عبد العليم المنسق العام للمهرجان. فتعالوا نشوف أيضا المهرجان محضر لنا السنة دي إيه في دورته 72، وكمان خاصة التحضيرات بدأت من شهور عدة ودي دورته كمان 17. فخلونا نشوف مع حضراتكم إيه الفعاليات السنة دي ونرجع لكم مرة تانية. عقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته 17 دورة الفنانة سميحة أيوب، والذي ستقام فعالياتها على مسارح القاهرة، وذلك بحضور رئيس المهرجان الفنان محمد رياض ومدير المهرجان الفنان ياسر صادق. الفعاليات السنة دي كانت رائعة، احنا بادئين من حوالي 3 شهور، شغالين من 3 شهور. الورش المسرحيه خلاص انتهينا منها، احنا السنه دي عملنا ورشتين تمثيل نظرا للاقبال الكبير جدا السنه دي، ودي حاجه حلوه جدا الدوله بتقدمها الحقيقه. يعني الدوله متمثله في وزاره الثقافه، بشكرهم جدا على انهم بيوفروا للولاد دول مكان راقي بالمجان
قد كده هم حاسين بالشباب وبالولاد. الندوات السنة دي هتبقى حاجة مميزة جدا إن شاء الله هتبتدي. الجديد إن احنا عاملين ندوات متخصصة بس فيها فرجة مسرحية حلوة جدا، يعني هتبقى حاجة رائعة إن شاء الله. أتمنى رب الناس كلها تيجي تتفرج، أنا متحمس جدا للندوات السنة دي. العروض المسرحية السنة دي كمان اختيرت بعناية شديدة جدا من خلال لجان المشاهدة واللجان الخاصة بالبيوت الفنية للمسرح، برضو مختار عروض رائعة. أتمنى إن شاء الله العروض تبقى على مستوى المهرجان ومستوى الحدث المهم جدا، لأنه ده عرس مسرحي كبير جدا، المهرجان القومي للمسرح. أهميته أنه هو بيعمل حراك مسرحي مهم جدا في مصر كلها ما بين المسرحيين كلهم. أنت بتتكلم عن مصر كلها، لأن ده اسمه مهرجان المسرح المصري. كل قطاعات المسرح وكل ما ينتج من مسرح في مصر، فده المهرجان الأم، المهرجان الأكبر، مهرجان الدولة. احنا كمهرجان بنعمل شغلنا بان احنا نقدر، بنحاول طول الوقت ان احنا المهرجان يوصل لكل الناس. السنة دي احنا بادئين المهرجان بدري، لقينا ثمار للورش اللي قدمناها السنة اللي فاتت بتضاعف الأعداد المتقدمين للورش في كل المجالات. أضفنا ورشة التأليف المسرحي. الجديد السنة دي إن الورش مكتملة، هينتج عنهم عمل فني، ودي أول مرة مهرجان يقدم نتيجة ورش فنية. وإحنا خدنا وعد من الأستاذ خالد جلال رئيس قطاع المسرح وعضو اللجنة العليا للمهرجان بأنه هينتج البيت الفني للمسرح عرض للولاد، والولاد كلهم هيبقوا متطوعين تحت إشراف المدربين. المهرجان فاتح نوافذ واسعة لجمهور المهتمين بالمسرح من الشباب في مختلف التخصصات. أهمية المهرجان إنه بيلفت النظر إلى أهمية ظاهرة المسرح في المجتمع عبر مستوياته المختلفة، مسرح الدولة ومسرح الثقافة الجماهيرية ومسرح الجامعات ومسرح الشركات ومسرح الفرق المستقلة. وبالتالي قد كده لما تعدد مستويات المسرح المصري هتحس انه بمدى التلاحم بين المجتمع المصري وظاهرة المسرح. لطيف جدا ان احنا نشوف كل هذه الفعاليات الفنيه والثقافيه بتحصل في وقت واحد على ارض مصر. وطبعا برضو مهرجان المسرح المصري بتبقى العروض باسعار لطيفه ومخفضه، حضرتك تروح طبعا تستمتع انت وعائلتك على مسارح مختلفه، والجدول كمان موجود على الانترنت في عدد من المسارح. تكون فرصه برضو في فصل الصيف انك تنبسط وتشوف مسرحنا المصري بعرقته وأصالته وحدثته أيضا. استمرارا لما تحققه مبادرة كلنا واحد من نجاحات في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 26 من المبادرة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، والتي تهدف إلى توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق وبجودة عالية. يا برودك اللي بينا اشتدعونك واللي وجودنا من وجودك. ونظرا للإقبال الكبير من المواطنين على فعاليات المبادرة لتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، فقد قررت وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة 26 من المبادرة اعتبارا من الأول من أغسطس ولمدة شهر. أنا جيت النهاردة لقيت إن المبادرة عاملة تخفيضات بتوصل لـ30 و50%، فدي حاجة بتساعدنا جدا عن إن إحنا نشتري كذا منتج، مش منتج معين أو منتجات معينة، لا خالص، السيل على كذا منتج. إحنا بنشكر سيادة الرئيس على مبادرة كلنا واحد، أتمنى إنها تستمر لأنها فعالة ومجزية لكثير من الناس. طبعا المبادرة بتوفر لنا حاجات كتيرة جدا جدا، رز ومكرونة وزيت وسمنة وكل حاجة، واللحوم وكل حاجة،
وعشان كده بنقدر ان احنا نوفر كمان منها. في تخفيضات كبيره جدا على الرز وعلى الزيت، على الادوات المكتبيه، على الادوات المدرسيه، على الادوات المنزليه. ده حاجه كويسه من الدوله وحاجه كويسه من سياده الرئيس، واحنا بنتمنى الحاجات دي تستمر في كل الاماكن يعني. انا حابه طبعا اشكر الرئيس على المبادره دي وعلى الاسعار المميزه اللي بتساعدنا ان احنا نعيش عيشه احسن. هذه المرحله من المبادره تتميز بمشاركه واسعه من الشركات والاسواق والسلاسل التجاريه الكبرى والموردين وتجار الجملة والتجزئة، بما يضمن الوفرة في المعروض من كافة أنواع السلع في 2254 منفذاً بمختلف محافظات الجمهورية بتخفيضات تصل إلى 40%، وسط إشادة كبيرة من المواطنين بهذه المبادرة التي تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية. من وقت مبادرة كلنا واحد بدأت وكل الأسعار متاحة بأسعار أقل من أسعار اللي برا، والمنتجات اللي موجودة فيها موجودة بأسعار كويسة تناسب كل الناس. المبادرة بقت معانا في كل مكان وموجودة في جميع أنحاء الجمهورية وموفرة سلع كويسة جدا في متناول الجميع. بنحب نشكر سيادة الرئيس إن هو دايما بيدعمنا في إن كل السلع تكون متوفرة للمواطن بأرخص أسعار وإن دايما تكون موجودة. مبادرة كلنا واحد نفعانا في كل حاجة في بيتنا، يعني تومين، رز، سكر، حتى كنت بجيب لبس لابني في المدارس، كتب، قراريس، شنط. اي مكان بننزل فيه بنلاقي المبادره موجوده. طبعا احنا بنشكر سياده الرئيس ان هو موفر لنا كل السلع بالاسعار الرخيصه جدا. بحب اشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزاره الداخليه على المجهود اللي هم عاملينه، واتمنى المبادره تفضل مستمره. وبالتزامن مع المبادره واصلت منظومه امان توفير السلع الغذائيه وغير الغذائيه باسعار مخفضه من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا على مستوى الجمهوريه، موضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. كما توفر منظومة أمان عبوات تحتوي سلع غذائية متنوعة بتخفيضات تصل إلى 50% عن مثيلاتها بالأسواق. بشكر سيادة الرئيس على المبادرة الحلوة دي اللي عملنا في بورسعيد. أنا بشكر وزارة الداخلية وبشكر الرئيس وبشكر كل واحد اتعاون معانا، عشان احنا كل البلد محتاجة التعاون، يعني بشكر كل الناس اللي بتقدر تعمل حاجة وبتعملها. استمرارية مبادرة كلنا واحد في سعيها المتواصل نحو دعم الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنهم إنما يأتي من منطلق المسؤولية الاجتماعية لوزارة الداخلية وحرصها على دعم المواطنين لتخفيف الأعباء عنهم. البرومو والحقيقة شيق جدا لسلسلة جديدة بتطلقها مكتبة الإسكندرية اللي بتشهد الحقيقة نشاط غير عادي هذه الفترة. يعني كان لسه معنا من شوية الموسيقار الكبير رجح داوود بيكلمنا عن مهرجان الصيف والموسيقى، لكن كمان مهرجان مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب شغال وبيقدم مجموعة كبيرة من الفعاليات ومن الإصدارات الجديدة ومن العروض التفاعلية، ومنها سلسلة عارف، سلسلة جديدة
وهي سلسلة بتقدم مجموعة ضخمة من الأفلام الوثائقية وبشكل قصير ومناسب كمان لعصر السوشيال ميديا والثورة الرقمية، والهدف منه التعريف بالتراث المصري والتراث الإنساني كمان بشكل عام. مشروع جميل جدا بيشتغل عليه مجموعة كبيرة من المتخصصين والشباب، وعشان كده لازم نتفرج كلنا على الريلز دي أو على الأفلام الوثائقية القصيرة دي، عجباني جدا الحقيقة فكرتها. فخلونا نعرف تفاصيل أكتر عنها ونتفرج عليها فين وإيه أبرز الحاجات اللي اشتغلوا عليها. هنعرف كل ده من الأستاذة أميرة صديق المسؤول عن سلسلة أفلام عارف ومدير البشرية بمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بمكتبة اسكندرية. أهلا بيك يا فندم، منورانا، شرفتينا الحقيقة. كان الدكتور أحمد زايد كان منورنا وقريب، وواضح إن في فعاليات كتيرة وأنتوا عاملين شغل حلو جدا جدا. عايز أتوقف معاكي عند السلسلة الجديدة عارف. ايه بقى عارف وعارف ايه؟ عارف اصلك مستقبلك. يعني هي ده حتى السلوجن اللي اخترناه، ان احنا حسينا في يعني طبعا قطاع التواصل الثقافي في المكتبه معني بالاساس ان ازاي نقدر نتواصل مع الاجيال الجديده. فكانت الفكره ان ازاي يقدر يطلع افلام قصيره زي الريلز بالظبط، وتكون مش يعني باسلوب متناغم مع العصر اللي احنا فيه، نقدر نوصل بيها لكافه الفئات بتاعه الاعمار وللجمهور كمان على اختلاف الثقافات بتاعته، او يعني سواء جمهور عام جمهور متخصص. فجت الفكره الحقيقه في مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي ان احنا ازاي نطلع التراث المصري، مش بس من يعني دايما نقول التراث المصري على الرغم ان انا بتاعه اثار، بس دايما بيتراح على مصر القديمه، لكن الفكره ان ازاي ان احنا نروح من اول الحضاره المصريه من 13000 سنه، مش بس من اول نارمر، لا من قبلها كمان. حضاره قديمه بقى احنا عندنا عندنا فيلم مثلا عن الجلف الكبير. الجلف الكبير هي منطقه تراث طبيعي ومنطقه تراث ثقافي، وفي نقوش الكهوف فازاي ان دي نبقى عارف عمرها مش عارف 30000 سنه او بيقولوا حاجه زي كده طبعا او 50000 كمان فاحنا بنتكلم على فترات. وكانت فيها النقوش دي جميله، ده فيها نقوش اللي اسود وافيال وزرافات، معناها انه الجو في مصر اتغير. كان فيها كهف السباحين، الناس رايحه بتحتفل، رايحه يعني عائلات، كل العيله مرسومه، الزوج والزوجه والاطفال رايحين يعوموا في منطقه فأقصى الصحراء الغربية. فاحنا الفكرة ان ازاي كان يبقى في تعريف بكل احنا بنشوف معاهم كمان دي عارف اهو ده اللوجو اللي عملناه الحقيقة. واللوجو طبعا هنا ده فريق كبير اشتغل على السلسلة دي. يمكن اللوجو هنا متاخد من الالوان بتاعت المصرية القديمة، المسطرة بتاعتنا كلها بتاعت الالوان علشان يبقى في كوبي رايت كمان للالوان. ده من على موقع مكتبة اسكندرية ولا ده موقع خاص بيكم؟ ده موقع طبعا مركز توثيق التراث والقطاع التواصل كلنا تبع مكتبة اسكندرية. ففي حضرتك ممكن تخش من على الموقع الرسمي بتاع المكتبة على reels.caltnet.org. لون تاني، من على الموقع الرسمي بتاعة المكتبة على reels.caltnet.org. ماشي caltnet.org. اوكي. وهنلاقي بقى في منصة اتعملت كاملة فيها الافلام، والافلام كمان فيها السبتايتل الترجمه بتاعتها الانجليزي والفرنسي. هي طبعا الهدف الاساسي ان الجمهور المصري بقى في فئاته كلها يتعرف على التراث المصري سواء الطبيعي او الثقافي، لان احنا عندنا تراث طبيعي كمان يعني ثري جدا الحقيقه. هو ده الويب سايت صح؟ ده الويب سايت. هنا ده هنلاقي حضرتك تحت اهو مكتوب https reels.caltnet.org. السلوجن الاساسي your roots shape your future. اصلك مستقبلك. هي كانت الفكره ان المستقبل مش هيجي الا لما نبقى عارفين اصلنا كويس، علشان الحفاظ على الهويه المصريه دي نقطه مهمه جدا. يعني بداتوا قد ايه المشروع؟ بدا بقى لكم شغالين عليه قد ايه؟ احنا علشان نطلع بال 37 فيلم الاولانيين طبعا المشروع كده احنا المفروض مستهدف 100 فيلم. 100 فيلم بداتوا ب 37 37 دول موجودين دلوقتي على الويب سايت، موجودين كلهم على الويب سايت، وهنلاقي واخدين التراث في مصر القديمه، تراث مصر اليونانيه والرومانيه،
تراث مصر الحديث والمعاصر، الفولكلور المصري، واخدين التراث الطبيعي. فاحنا الافلام مغطيه ده كله. المرحله اللي جايه هنخش بقى تراث مصر الاسلاميه ومصر القبطيه دي، لان احنا زي ما قلت لحضرتك احنا مستهدفين انتوا ماشيين بالتسلسل التاريخي. احنا ماشيين يعني احنا كنا عايزين نطلع طبعا بكل الكاتيجوري كلها مره واحده، لكن احنا طلعنا بالمجموعه دي في الاول لغايه ما طبعا ده زي ما نقول المرحله الاولى من المشروع، فدشناه ب 37 فيلم، لكن بنستهدف ان احنا نوصل ل 100 فيلم ان شاء الله. طيب هايل جدا. دي كلها عن مصر فقط ولا في حاجات بره مصر؟ هي كلها عن مصر، هي مصر اوريدي فيها مصر متعدده الروافد يعني. حضرتك دي مجموعه من الافلام اللي بنشوفها معاك، دي بوسترات الافلام صح؟ الافلام الاقصر، النحاس مثلا، تاريخ النحاس، حديقه الاورمان كواحده من الحدائق التراثيه، شخصيه سليم حسن، زي سليم حسن عندنا الارشيف بتاعه، الله ده في حاجات لذيذه جدا، حي الزمالك، المطبخ في مصر القديمه، وازاي ان احنا كان ده تريد مارك مصر، كانت واحده من المشهوره بالمطابخ من مصر القديمه والجديده، الالعاب في مصر القديمه، لان احنا عندنا اقدم جيمرز كانوا محطه الزهراء اللي طبعا اتنقلت كل الخيول دلوقتي في مرابط مصر في العاصمه الجديده، وده واحد من الاصول المهمه جدا في التاريخ المصري. احنا ده السجل المدني بتاع الخيول. وانتوا بتعملين بتراث الطبيعي كمان يعني في رحله زرافه، رحله زرافه، اول زرافه دخلت اوروبا احنا اللي بعتناها، محمد علي بعت اول زرافه، كلمه جيراف جايه من زرافه اساسا. طبعا فازاي جت من سنار وبعتنا المسله اللي كانت رمز النهارده بنفتتح الاولمبياد في باريس. المسله بتاعت الكونكورد كانت مسله المصالحه اللي اتحطت مكان الجيوتين او المقصله في الكونكورد عشان الشعب الفرنساوي يمجد المعرفه اللي جت من مصر. فاحنا عندنا رحله المسله، توثيق التراث الطبيعي بقى في النباتات عند تحتمس الثالث، بلاد بونت، عمق العلاقة المصرية الأفريقية ورحلاتها كلها من قبلها، مصر الجديدة والمعمار النيو مملوك وقد إيه يعني. لا ده في كمان معلومات يعني اللي هي مش تقليديه دايما بتعرفها، فكويس انتوا جايبين كمان حاجات لقطات لطيفه. انا سعيده ان حضرتك قلت الحكايه دي، لان هي واحده من الاساسيات دلوقتي في العالم، هي ان احنا ازاي نرجع نعمل حدوته رقميه. الحدوته بالزبط. الرقميه دي اساسها المعلومه اللي مش معروفه. فهي الفكره ان ازاي المعلومه دي نطلعها ونقدمها في شكل بسيط جدا، لكن في نفس الوقت متخصص جدا، يعني وراء ريسيرش اتعمل بحث. وبعدين في هنا عدد كبير من الحاجات زي اسكندريه القديمه مثلا، احنا عملنا ريكونستراكشن، اتبنت المدينه كلها زي 3 دي ريكونستراكشن كامل، واتعمل لها انيميشن علشان الناس تشوف اسكندريه زمان كانت عامله زي اول ما اتبنت بالفنار بتاعها. دي فعلا وفقا يعني وفقا للدراسات اتعملت، لان دي كان كلها وصف، بتيجي طبعا وصف الاسكندريه، فمن الوصف ده اترسمت وبعد كده. انتوا عاملين ريكونستراكشن جرافيك، يعني حتى في شخصيات انتوا عاملين لها جرافيكس. الاسكندر الاكبر اتعمل. ده حقيقي، دي اللي هنشوفها هنشوفها. هيباتيا اتعملت، فكر هيباتيا كشخصيه. حلو قوي. رمز من رموز المعرفه. رمز من رموز اسكندريه. اسكندريه كمان. المكتبة القديمة، يعني احنا عندنا المكتبة الجديدة طبعا موجودة، ربنا يديمها يعني دايما طبعاً. لكن المكتبة الجديدة وفكرة المكتبة ذات نفسها وكان شكلها ايه، اتعمل لها برضو اتبنت فيرتوال يعني بشكل تخيلي نقدر نتفرج عليها، كان فيها 700,000 مخطوط بكل اللغات، فده ازاي الحريق اللي حصل فيها وكل ده. ففي اجزاء اتبنت، الرحله بتاعت بونت بنيناها كلها. حضرتك بالظبط كنت لسه هسالك، يعني في حاجات ما عندناش بتهيئ ليها صور او اركايف حقيقي، فانتوا عملتوا هي الفكره ان احنا في عصر كمان الاي اي او الارتفيشال انتليجنسي، لو احنا ما حطيناش حاجه مظبوطه هيبتدي يحصل ان في صور تطلع من الاي اي تبقى مش موثقه بشكل جيد، وبكده هتخلق صوره ذهنيه يمكن تكون خاطئه بالذات للاجيال الجديده، لان هي ده هو ده اللي هتعتمد عليه. فلازم يبقى في الحقيقه كان في رؤيه في المكتبه ان لازم يبقى في يعني تغذيه بشكل مظبوط وموثق
من مركز توثيق التراث، بحيث ان ده يبقى يعني لما يحصل جنريتنج او نبتدي ندور على اي صور يطلعها الاي اي، يبقى هو بيعتمد على اللي اتغذى بيه قبل كده. فيبقى احنا عندنا على الاقل احنا دلوقتي بنعاني من مشاكل كتيره في تصوير بالذات التاريخ المصري القديم، لان سواء في الافلام سواء في اي برودكشن بيحصل. فدي كانت يعني بداية ان احنا نعمل برودكشن مظبوط او انتاج مظبوط يبقى على اسس علمية. وكان عندكم كروز بتنزل تتصور وكده ولا كلها بتشتغل على اونلاين؟ لا احنا في الحقيقة في ايام يعني كان مين اللي عمل الافلام دي؟ اللي عمل الافلام ده مجموعة تتعدى ال 26 شخص كلهم الحقيقة يعني واحد فيهم يعتبر ده حصاد خبرات، اقل خبره فيهم 16 سنه اشتغلوا في المجال بتاع التوثيق، من اول مصورين او ناس كتبت المحتوى او مراجعات او ناس عملت المونتاج والاعداد وناس رجعت التركيب بتاع الفيلم، التعليق الصوتي اللي عليها حتى من نفس يعني دول كلهم من مركز التراث عندكم، كلهم يعني اللي بتعلق زميلتنا اللي بتعلق يعني على الصوت هي اساسا من الفريق بتاع التراث الطبيعي، لكن اثناء كورونا اشتغلت على انها ازاي تعمل تعليق وابتدت ان هي تعلق والصوت بتاعها يبقى الفويس اوفر او التعليق الصوتي. وعندنا زميل تاني برضو اساسا من التراث القبطي لكن هو برضو اللي عمل التعليق الصوتي. فالحقيقه هي كانت ازاي يعني مع طبعا يعني تحت إدارة مدير المركز إزاي وظف كل الإمكانات الموجودة بحيث نقدر نطلع بده كله. حلو قوي. مدة الأفلام قد إيه؟ دي بقى كان التحدي تاني، حضرتك عارف ان الاجيال الجديده يعني لو الحاجه تخطط الثلاث دقائق بتبقى يعني خلاص هم عايزين، فهي الفكره ان ازاي في ثلاث من دقيقتين لثلاث دقائق نكون غطينا الموضوع بشكل يعني خليني اقول ايه سيمي اكاديميك وبروفيشنال، يعني هو ما هوش اكاديمي بتاع بصريا وفي نفس الوقت طريقه سرد لطيفه بالظبط كده. بالظبط كده حلو قوي. من ثلاث يعني اكتر حاجه ثلاث دقائق، اكتر حاجه ثلاث دقائق، ولازم يعني يبقى في حاجه في الاول بتخطف يعني طبعًا. لما اجي اقول له تعرف الكفت، فناس كتير ايه الكفت ده؟ لا ده التكفيت اللي هو ازاي النحاس بيخش مع او معدنين بيخشوا في بعض، فابتدي اسرد بقى حدوته المعادن كلها والحدوته. حلو قوي. ومن خلالها تروح التراث مصر الطبيعي هي كانت الفكره ان كل حاجه ازاي نروح عليها يعني بمعلومه تجذب وكمان تناسب الاطفال، يعني دي تبقى برضو جاذبه للشباب الصغير. والله هي طبعا ممكن. نتيجه ان برضو المكتبه الحقيقه بتعمل فعاليات كتيره للاطفال وللناس والاحتكاك يعني المباشر لاكثر من حد في الطاقم اللي اشتغل ده في ورش فعليا مع الاطفال، ده برضو خبره ان ايه المفردات اللي نستخدمها، ازاي نقدر نصيغ المعلومه، خليني اقول ايه زي ما شامبليون كده فك الرموز بتاعه التاريخ، نفك التراث ده بشكل يكون مناسب للعصر من غير اي خلل يعني. جميل جدا. طب عايز اروح معاكي لجزئيه ليها علاقه كمان بمركز التوثيق التراث الحضاري والطبيعي، انتوا شغالين على مشروعات تانيه غير ده؟ الحقيقه طبعا احنا يعني المركز يعني من سنه 2000 موجود، والحقيقه طبعا عدد المشاريع اللي فيه كانت يمكن الاول كان في حاجه اسمها بانوراما التراث الحضاري اللي بتعرض عليها ده، ممكن طبعا دي زيارات مفتوحه واستقبلت يعني ناس كتيره من المشاهير حتى الكبار اللي جت تتفرج على زي خط الحضاره بتاعت مصر كلها بتتعرض على 9 شاشات تفاعليه. ده في المكتبه ده وده موجود، هو ده اساسا انتاج الكالتنات وموجود في مركز توثيق التراث، وطبعا انتاج ما هي دي الكالتشرام ما هي جايه من كالتنات اللي هو مركز توثيق التراث. يعني الكالتشرال انا حضرتها في المكتبه ولا حضرتها مش عندكم؟ هي حضرتها في المكتبه. ما هي موجوده في المكتبه طبعا في المكتبة وفي وموجوده عندنا، موجوده في الناحيتين يعني اللي عايز يتفرج عليها في القريه الذكيه في مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي هو مفتوح كل يوم من الساعه 8 ل 4، ده طبعا بالمجان لكل الجمهور يعني. ده حلو قوي. طب احنا دلوقتي هنعرض واحد من الافلام عن مصر، حقبه مصر القديمه برضو،
وهشكر حضرتك ونتفرج سوا على الفيلم. مرة تانية كل التحية والتقدير للأستاذة أميرة صديق، مسؤولة عن سلسلة تعارف ومدير المشاريع بمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي. بشكرك وبهنيكي على سلسلة عارف وعلى الشغل اللي عملتوه. التحية لكل فريق العمل ومركز التراث الحضاري والطبيعي، ونشوف بقى جزء من إنتاجكم مع بعض، واحد من الريلز أو من الأفلام اللي تم إنتاجها بواسطة كمان مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي، وسلسلة جديدة من مكتبة اسكندرية عارف. عارف ان من 13,000 سنة رسم الانسان المصري حياته الاجتماعية على جدران كهف السباحين، وده في هضبة الجلف الكبير بالصحراء الغربية اللي هاجرها بسبب التغير المناخي والجفاف، ونزل لوادي النيل وسعى انه يكون دولة، وانطلق من الكوم الاحمر جنب ايدفو اللي طلع منها اول مرسوم للدولة المصرية الموحدة. وبدأت حركة التعمير والبناء ببناء أول عاصمة في منف وأول مبنى بالحجر في سقارة، ووراها عجيبة من عجائب العالم القديمة، أهرامات الجيزة وبوصير بتعكس إعجاز البنايين والعمارة على مدار 8 أسرات حاكمة. بعدها ضعفت الدولة من الداخل ودخلت في عصر انتقال حوالي 400 سنة، لحد ما رجعت قوية في عصر الدولة الوسطى بمفهوم جديد اضاف لحضارتها، وهو العدالة الاجتماعية والمشروعات القومية. ترع انشقت وطرق اتمدت وتبادل تجارة، مفهوم اعتمد على أهمية العمل. لكن بسبب الخلاف واجهت مصر درس شديد لكن مهم نتعلمه، وهو الأطماع الخارجية في ثرواتنا وأراضينا. دخل الهكسوس من حدودنا الشرقية، حكموا الدلتا ومصر الوسطى، وانتفض الصعيد في حرب التحرير اللي انتهت بنصر مصري أصيل ومفهوم جديد للأمن القومي المصري اللي بيبدأ من خارج حدودنا. وبدأت الإمبراطورية المصرية، اتدفرت القوى العسكرية والثقافية والاقتصادية في جديلة واحدة، وأوجدنا مفهوم معاهدة السلام، وامتدت حدودنا من بلاد النهرين للشلال الرابع، ووصل للحكم أسرات من أصول غير مصرية، ودخلنا في عصر انتقال ثالث، وحاولنا ونجحنا في فترات ننفرد بالحكم، لكن ظهرت قوة جديدة في العالم وهي الفرس اللي غيروا الموازين. 30 أسرة حكموا مصر القديمة، حضارة مصرية تكونت وقويت من 13,000 سنة، اتحاورت مع الآخر وقدرت ترسخ جينات من الخبرات المتراكمة والقيم والأخلاقيات جوه الشخصية المصرية، بتظهر في الوقت المناسب. بحضراتكم مرة تانية، وفقرتنا دي الحقيقة هنتوقف فيها كمان مع موهبة لطيفة جدا جدا، وعاملة شغل لطيف على السوشيال ميديا وليها متابعين مختلفين، وبتحب تلقي شعر بالعامية، واحنا بنحاول في 90 دقيقة نجيب برضو ومع حضراتكم ونسلط الضوء على كتير من المواهب بالذات في محافظات مصر المختلفة بعيدا عن القاهرة، ونشوف كمان يعني الجديد عندهم وندعمهم ونستمع ليهم كمان ولموهبتهم. عشان كده مشرفانا في الفقرة دي الشاعرة الشابة ياسمين عوض. هي عندها 20 سنة لكن هي أكبر من سنها كتير في التفكير وفي الأسلوب الإلقاء وفي طريقة طرحها لأفكارها، عشان كده هندردش معاها النهاردة وهنسمع شعرها. أهلا بيك ياسمين، منورة. أهلا بحضرتك، أخبارك إيه؟ الحمد لله. أنت من فين بقى؟ انا من شباس الملح، مركز دسوق، محافظه كفر الشيخ. انت جايه النهارده بكفر الشيخ منورانا. انا سمعت انت بتدرسي شريعه وقانون. هبقى خريجه السنه الجايه ان شاء الله. والله ان شاء الله دي اخر سنه ليك في الازهر. ايوه. طب دراسه الشريعه والقانون والقاء الشعر بتشوفي بينهم علاقه ولا؟ اكيد، لان الشريعه والقانون اللي هي حقوق في تربيه وتعليم، تمام؟ فان انا اقف قدام قاضي واتكلم نفسها ان انا اقف قدام اي جمهور واتكلم. طبعا. وطرق الشعر ده شخص، هو لازم في الاثنين، الخطابه والبلاغه، الاثنين بيبقوا نابعين من جوه قلبك وبصدق. فانت بتقول اللي انت حاسس بيه، فدول الاثنين بيخدموا بعض. طب حلو قوي. طب انت بقالك قد ايه يعني بتحب الشعر؟ من امتى وامتى بدات تكتبي؟
وانا في خمسة ابتدائي تقريبا كنت بكتب للمدرسين يعني مثلا انا بحب المدرسه دي اكتب لها كلام انا ما بقولهاش انا بحبك بس انا بكتب لها الكلام اللي انا عايزه اقوله لها واروح بقى اقولها لها فيقعدوا يسقفوا لي بقى وكده فافرح فحسيت من ساعتها ان انا لا في حاجه ممكن مختلفه تكتب. طب جربتي مثلا تعملي ديوان او كده ولا لسه؟ لكن معظم حاجتك بتحطيها على السوشيال ميديا صح؟ بتستخدمي بقى تيك توك انستغرام فيسبوك ولا بستخدمهم بس بالاستخدام الصح ايوه عشان تديكي قصيده كده مش عاجباكي فيها السوشيال ميديا صح؟ انا بتكلم على ناس محدده الناس الثانيه المحترمه على راسي من فوق اكيد طبعا يعني طب ما تقولي لنا مين الناس المحدده دي؟ الناس المحدده يعني مثلا احنا كوطن شرقي ما ينفعش ان احنا عندنا ستات تطلع عري مثلا وتبين مفاتن جسمها علشان خاطر الفلوس في لايفات دي الحاجات ما ينفعش ده اللي انا بنتقده واظن مفيش حد يوافق بالكلام ده غير الناس طبعًا اللي هي طبعا في قضايا كتير عندنا بقى في الفتره الاخيره طب ما تقول لنا حاجه من خلال قصايدك عن مثلا رساله بتوجهيها لجمهور السوشيال ميديا ايه رايك بقول هوجه رساله للناس اللي انا بنتقدها بقى على السوشيال ميديا وانا مش بنتقد الناس دي علشان انا بكرههم لا بنتقدهم عشان يحسنوا من نفسهم احنا مش ملائكه احنا مش ملائكة. طبعا. كلنا بنغلط ان الله ستار حليم انا بس بقول لهم يعني غلط صح بس كويس ان انت مش جادجمنتال او مش بتحكمي على الناس أنا على قد ما تدي انا مين عشان احكم على الناس انت بتحبي تقولي الشعر بالعامي ولا بال بحب اقول بالعامي ولا بالفصحى احنا كشعب مصري اغلبنا ناس غلبانه وطيبه كده يفهموا الكلام اللي ايه العامي اللي هو السهل البسيط اللي هو الناس الكبيره تفهمه والناس الصغيره تفهمه فانا ممكن اكتب فصحى في ندوه مثلا اقول فصحى عارفه ان الفئه دي كلها متعلمه مثلا مع احترامي الناس التانية فاهمني فهيبقوا فاهمين كلامي ابسط واقرب للناس كله فاهمني كل ما بصعبش حاجه على حد طب يلا سمعينا هقول اصبحنا في عالم مهووس بالسوشيال ميديا فيسبوك تيك توك وانستا الرجاله شابت وخابت عيشه كدب في كدب وناس بتعك تلك وتتكلم على الفاضي والشغل اصبح بالنسبه لهم كلام فاضي حريم بترقص في اللايفات ورجاله بتطبل للستات بموبايل وشويه وحدات بتلف بيوت الناس في ثواني عالم ناقصه والسكينه سرقاهم ملعون تفكيرهم كل افعالهم ديناهم حياتهم في ستوريهات وتفكيرهم الفيديو هيجيب كام مشاهدات ابعت حوت ابعت اسد كالراجل فتحسد وازاي نعلي الريتش بيني كتف في رجل هتلاقي الشير في المظبوط او تعالي نتطلق وبكره تكوني في المردود يا حسره عليكم 100 خيبه يا حسره عليكم 100 خيبه احنا الجيل المظلوم طلعنا لقينا الحرام سهل والحلال مدفون والبضاعه رخيصه والتجار بالكوم مش عاجباكي انت حاجات كتير بتسعى على السوشيال ميديا حرام اول حاجه ما يعجبش اي مسلم مش ياسمين بس اي مسلم عارف ربنا مش هيعجبه الوضع فاحنا مش بنتكلم في حاجه ممكن تعملها ممكن لا احنا بنتكلم في حرمانيه 1+1=2 على طول دايركت ماشي فهمتك ورساله وصلت اعتقد واحنا كلنا بننتقد الاستخدام الغلط للسوشيال ميديا بشكل او باخر السوشيال ميديا سلاح ذو حدين والتيك توك بالذات انت قلتي الحوت والاسد ايوه لو الاستخدام بس انا بشوف لك فيديوهات على تيك توك والانستا شفت لك ورا بنزل بقول ايه بتقولي اشعارك طبعا وحاجات انا جايه وطلع على السوشيال ميديا عشان اثبت حاجه واحده بس ان في ناس محترمه بتطلع تعمل حاجه محترمه الناس بتحترمها بس طبعا ماشي على حسب بنستغله ازاي طيب بتتابعي الاوضاع مثلا زي اللي بيحصل في غزه وفي انا صاحبه عمري في من غزه وفي غزه وانا عايشه معاها الاحداث كلها وهي لسه هناك وهي بتغيب عني ممكن فترات كبيره وربنا يعلم الانسان بيتقطع عليهم ازاي طبعا فبجد ده اثر على شعرك مثلا او حبيت تكتب لهم انا كتبت لهم كتير قوي طيب اختاري لنا حاجه انا هقول الى العدو الصهيوني المحتال الى مغتصب الاراضي علنا في الميدان الى قاتل اخواني الى محتل اوطاني اشعر بحيره باي لغه احادثك بلغه الكذب والنفاق ام لغه الجبن والارتباك باي لغه احادثك اكتب اليك خطابي واوجه اليك كلماتي يا عدو الله يا سافك الدماء وقاتل الابرياء جيشنا المقدام سينتصر
سنعيدك من حيث أتيت منكسر، نحن جيش لا يعرف الهراء، فاجمعوا ما لديكم من المال وارقصوا على الألحان، فوقت العودة قد حان. وقت العودة قد حان، وإن شاء الله إن شاء الله يا رب وقت العودة يكون وقت العودة يعني ربنا كان ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. مدام أنا بحييكي. وطيب عايز أعرف منك، أنت بتحب تقري، أنت يعني مين الشعراء اللي بتحب تقري لهم بتستمعي؟ أنا بسمع لكل الناس من كل الفئات، مشهورين ومش مشهورين، بيتكلموا كويس مش بيتكلموا كويس، كل الناس. مين الشاعر بتاعك المفضل؟ في كتير. زي مين؟ زي الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي، الأستاذ هشام الجخ، الأستاذ هشام الجخ أنا نفسي بجد أقابله، بجد بجد نفسي أقابله وأشوفه كده اللي هو دايركت. ناس محترمة بجد، كلامها بيأثر فيا كياسمين، وبحس إن هو عمالقة بجد. فاكرة حاجة لحد تحب تلقيها ولا تقولي حاجة من حاجاتك أنت، إيه رأيك؟ زي ما تحب. لا زي اللي حضرتك تحبها تحت أمرك يعني، موجودة هنا. لا مفيش مشكلة. ممكن ممكن أقول كوبليه صغير للأستاذ هشام. ماشي. ممكن أوكي. أقول أيوة بغير لنا نقصان ولا ضعفان ولا غايب من عين الضي ولا حد أحسن مني بشيء، بس بغير واللي قالولي غيرة الراجل قلة ثقة أو قلة فهم خلق حمير، غيرة الراجل نار في مراجل، نار بتنور ما بتحرقش، وإحنا صعيدة ما يتحملش، شمسنا حامي وعرقنا حامي والنسوان في بلادنا جواهر. طب لو عندك حتة ماس، لو عندك حتة ماس هتخليها مداس للناس ولا هتكفي الأوضة عليها بميت ترباس، يمكن حتى تأجري ليها جزين حراس. حافظة أنت متابعة كويس جدا جدا. إيه طموحك في مجال الكتابة والشعر؟ نفسي بجد أقول كل القضايا اللي الناس مش قادرة تتكلم عنها، مش قادرة تعبر عنها بحاجة سلسة تخلي الغير يحس إن في فئة بجد أنتم مش حاسين بيها. عايزة أوصل الناس اللي تحت بالناس اللي فوق، عايزة كل الناس تبقى كده عندها أمل، عندها أمل في ربنا سبحانه وتعالى. مش عايزة الناس تقول لنا حاجة تدينا أمل كده. أقول لك اللهم صلي على حضرة النبي، أقول هتكلم عن عوض الله. كلمي عن عوض الله. كم مرة تعلقنا بشخص ما وحاولنا كتير ننساه وربك قوانا. كم مرة بيبان الدنيا تقفلت والحزن عشش جوانا وربك عدلها والدنيا ضحكت ويانا. كم مرة بكينا، كم مرة بكينا على خير ظنينا وحقيقته دمار، ربك بينجي وييسر الأقدار، سبحانه سبحانه اللي سوانا مطلع على نوايانا، ربك أقرب ليك من كل اللي حواليك. لو كل الدنيا قصادي، لو كل الدنيا قصادي والعالم راهن على فشلي بظن الخير في الله بلقاه. كم مرة غلطنا وسامحنا ودعينا وقلنا يا رب اسمحنا فأوانا. لو كل الخلق أزيتك فبيت الله بيتك، لو كل الخلق أزيتك فبيت الله بيتك. ونعم بالله ياسمين. والله ياسمين انت درستي كمان ضيافه جويه صح؟ يعني عندك تنوع حلو، شريعه وقانون، ضيافه جويه، بتلقي شعر، وكمان بتساعدي ماما وبتشتغلي. والدتي والدتي انا بساعدها، عندها محل طيور تمام. وهي لو سمعت دلوقتي هتقولي لا وما تقوليش ياسمين عشان انت استاذه وتبقي الصبح الناس بيقولوا لك استاذه، انا عايزه اقول لك ان دي حاجه ما تعبكيش، وانا فخوره بيكي وفخوره ان انت قدرت تربيني. انا بساعدها ودي حاجه تضيف لي مش تنقص مني ابدا. طبعا طبعا. وعايزه اقول لكل الناس او لكل راجل بيسمعني بمعنى اصح، ما تخليش نفسك تقول انا مش هشتغل الحاجه دي. في ستات بمليون راجل. ايوه صح. فانت انزل واشتغل، واهم حاجه بالحلال بالحلال، وامشي كده عشان ربنا يبارك لك. انا بشكرك ياسمين، نورتينا، وانا سعيد جدا بوجودك ومبسوط بقصايدك اللي القيتيها معانا. شكرا جزيلا، بتمنى لك التوفيق، وان شاء الله بقى نعمل لقاء معاكي مع اول ديوان ان شاء الله. بتفكري في تكتبي بقى الديوان دلوقتي؟ ان شاء الله ان شاء الله. هتكتبي عن ايه لو جه في بالك حاجه دلوقتي؟ هتكلم عن قضايا الناس. عن قضايا الناس اللي مش قادره تقولها. ماشي. كل التوفيق ليكي، وانا بشكرك مره ثانيه الشاعره الشابه ياسمين عوض، نورتينا. وبشكر حضراتكم، بكره حلقه جديده او مش بكره بقى، يوم الثلاث القادم نلتقي بكم مجددا، وحلقه جديده من 90 دقيقه. الى اللقاء.